الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص والحصري مع السيد وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي. سيد الوزير، أهلا ومرحبا بك معنا، وشكرا جزيلا على قبولك إجراء هذا اللقاء الخاص. شكرا أولا لقناة النهار. كما أود بالمناسبة أن أسدي كل تشكراتي لصحفيها على التغطية وعلى الاهتمام بقطاع الصحة الذي هو حساس، وفي نفس الوقت تحية لكل مشاهدي قناة النهار. شكرا جزيلا، هذا واجبنا. ونبدأ النقاش مباشرة سيد الوزير، يعني في كلمة لو طلبت منك أن تقيم قطاع الصحة في الجزائر، سيء، متوسط، جيد. لسؤال مثل هذا يجب أن نذكر لغة الأرقام وليس الأدبيات. 1962 كان الأمل في الحياة في الجزائر 49 سنة. نحن في سنة 2023 الأمل في الحياة 78 سنة، يعني على المقاس الدول النامية والدول المتقدمة أيضا. لن يأتي هذا الإنجاز الكبير عبارة عن عمل عفوي، بل منذ الاستقلال وقطاع الصحة يقدم الأعمال والأنشطة الطبية والصحية المختلفة التي أوصلتنا إلى هذه النتيجة الهامة التي لا يستهان بها، وجاء هذا بفعل الأنشطة الطبية مهما كانت التقييمات لقطاع الصحة. هذه النتيجة أولى. ثم النتيجة الثانية أنه بحسب المقاييس الدولية ومقاييس منظمة العالمية للصحة على مستوى القارة الإفريقية تتصدر الجزائر جميع المقاييس. نعطي مثال فقط. إذا كان مقياس الذي ترصده منظمة الصحة بالنسبة للأخصائيين، فنحن الأوائل، بحيث أنه لنا 8 أخصائيين لكل 1000 ساكن. المنظمة العالمية تأخذ معيار 12 أخصائي. بالنسبة لمستخدمي قطاع الشبه طبيين، نعم، المنظمة العالمية للصحة تأخذ 8 لكل 1000 ساكن، ونحن لنا 36 شبه طبي لكل 1000 ساكن. ثم فيما يخص التلقيح، التلقيح الذي كان في بداية الاستقلال تقريبا منعدما، الآن الأطفال في الجزائر يلقحون 100%. لنأخذ الBCG مثلا، فهو يلقح 100%. نتائج أخرى فيما يخص الوفيات عند الولادة عند الأمهات، في سنة 2021 كان 19 لكل 1000، الآن رانا 12 لكل 1000، نتيجة في تقريبا في سنة. ثم فيما يخص الفحص للأطفال في بلادنا يتم الفحص 100%. الولادة تتم في المراكز المساعدة 100%. إذا النتائج هي نتائج تقدير نقول بأنها متكفل بها. النتائج الأخرى فيما يخص الأرقام متعلقة بمستخدمي قطاع الصحة. نعم، ما حنتكلموا عليها، لكن التقييم كيف تقيمه؟ لكن الواقع شيء آخر اليوم سيد الوزير. اليوم هناك تدني في الخدمات الصحية، هناك يعني مرضى يموتون يعني بصمت. يعني ما تعليقك سيد الوزير؟ أنا لا أقول بأن هناك مرضى يموتون. الموت هي حق لكل شخص، لكن الخدمات الصحية يتم التكفل بها بصورة طبيعية. وبالمناسبة أود أيضا أن أقدم كل تشكراتي للأطقم الطبية والشبه الطبية على كل المجهودات التي يقومون بها. لو رجعنا مثلا للتكفل بالمريض تجد الطبيب يستطيع أن يفحص أكثر من 20 مريض يوميا. هذه نتائج يعني بالأرقام. تدني الخدمات أين يكمن؟ أنا لا أراه، أنا كمسؤول عن القطاع لا أراه، بالعكس أرى بأن هناك تكفل وهناك تحسن في الخدمة الصحية، هناك هياكل تنجز، هناك أطر في 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 كل ربوع الوطن من أخصائيين شبه طبيين وطبيين، وسأعطي النتائج بعد قليل. يعني تقييمك لقطاع الصحة جيد يعني؟ إذا جيد وهو في تحسن، وهناك الكثير من الأعمال التي نقوم بها، ويكفي أنه مجرد طلب لفحص أخصائي يتم في 24 ساعة مقارنة مع بعض من الدول التي يتم فيها الفحص للأخصائيين 6 أشهر. نعم، بكل شفافية سيد الوزير، لماذا لم تصل ليس كل المستشفيات، الكثير من المستشفيات في الجزائر إلى المستوى المطلوب من حيث الخدمات، من حيث التكفل، من حيث ربما التجهيزات؟ أين الخلل؟ من ناحية التكفل والتجهيزات هناك مجهود كبير للدولة وضعته في قطاع الصحة. ميزانية قطاع الصحة هذه السنة وصلت إلى 738 مليار دينار، يعني هو مبلغ ضخم. من ناحية التجهيزات أظن أن كل المستشفيات التي بنيت منذ 2020 لنأخذ هذا المثال، يعني تقريبا منذ 3 سنوات 148 هيكل صحي تم إنجازه، وسنصل في آخر السنة إلى تقريبا 200 هيكل صحي تم التكفل بتجهيزاته كلية، كما تم أيضا التكفل بتأطيره من ناحية الأطباء والأخصائيين والشبه الطبيين. ويكفي أنه من سنة 2022 قمنا بعمل استكشافي سمح لنا بأن التأطير سيكون في حدود 50,000 شبه طبي، وقد تم التكفل ب 58,000 شبه طبي الذين سيوزعون على كل المستشفيات، والبعض منهم وزع في المستشفيات التي انطلقت الأشغال بها. نعم سيد الوزير، تكلمت يعني بلغة الكم، تكلمت على عدد المستشفيات وكذلك العامل البشري، لكن الواقع يعني اليوم المواطن لا يلمس ما تتكلم عليه سيد الوزير. اليوم نعرف أن الدولة تخصص أغلفة مالية كبيرة سواء لتكوين الأطباء في الجامعة أو حتى لبناء مستشفيات عيادات، لكن المواطن غير راضي، لا يلمس هذا الشيء يعني في الميدان وداخل المستشفيات على ربوع الوطن. يعني ربما هذا تقييمكم للواقع، لكن أنا أرى أن هناك تكفل بالأنشطة الطبية وبالأنشطة الخاصة بتكفل المريض. ويكفي أن نعطيك عدد، أنه تم خلال سنة 2023 10 ملايين فحص طبي، 10 ملايين فحص طبي، وهذا عدد كبير جدا. إذا كان فيه هناك فحص طبي يعني ب10 ملايين تقريبا، هل هو عدد الذي يستهان به؟ أظن أن قطاع الصحة يقدم خدمات. الآن هناك بعض من الاختلالات ونحن نعترف بها، هذه الاختلالات هي نتيجة تراكمات ل20 سنة سبقت، لم يتم التكفل فعلا بالمسائل الجوهرية في قطاع الصحة، هذا أكيد. لكن منذ تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات هناك مجهود كبير للدولة، هناك مجهود كبير أيضا لتنظيم قطاع الصحة ولتأقلمه مع ما يمكن أن يكون في صالح المريض. هناك مجهودات كبيرة تبذل، ونحن ندعم كل ما يرمي إلى عصرنة قطاع الصحة لأنه كفيل بالتكفل بحاجيات المريض، خاصة أننا الآن نريد أن نصل إلى نتيجة وقد وصلناها، أن مدة المكوث بالمستشفى لا تتجاوز 3 أيام، ونريد أن نشجع الاستطباب أو الاستشفاء اليومي، يعني يدخل صباحا 8 يخرج في المساء، لأنه الآن مع التطور التكنولوجي أصبحت هناك حاجة للتكفل السريع بالمريض، ولا نحتاج أن يمكث أكثر من وقت المحدد، لكن إذا استدعت الضرورة أنه يمكن أن يمكث بالمستشفى لحاجة الاستتباب وبأمر من الطبيب يمكن له ذلك أيضا. نعم، نتكلم الآن بخصوص التسيير. هل يمكن أن نعتبر الآن أن مشكل قطاع الصحة في الجزائر هو أزمة رجال أو أزمة كفاءات خاصة في التسيير؟ هل حان الوقت سيدي الوزير من أجل تغيير نمط التسيير والتوجه إلى المانجمنت الصحي الحديث؟ هناك مشروع لإعادة النظر في كيفية تسيير المستشفيات. هذا المشروع سيقدم قريبا إلى الحكومة ويهدف إلى عصرنة قطاع الصحة. كيف؟ ممكن تفاصيل يعني؟ ولنعلم أن قطاع الصحة سير كأي إدارة. نعم. ونحن ننظر إلى المستشفى أنه ليست إدارة، بل بالعكس هو منظمة تحتاج إلى كثير من الآليات المانجمنت الحديث التي تسمح بتطوير تسييره. في حد الآن نحن نقول بأن الميكانيزمات القديمة التي جعلت المستشفى إدارة هي التي كانت سبب تدهور الكثير من آليات التسيير، ولم تتماشى مع ما يمكن أن يكون جوهري في تسيير المستشفى. نحن ننظر للمستشفى أنه منظمة مرنة تحتاج الكثير من الآليات التسيير الحديثة، خاصة المتعلقة بالمانجمنت. وقانون الصحة 18 الذي صدر في سنة 2018 يكمن به الكثير من الإرهاصات التي تسمح لنا بأننا نجعل من المستشفى منظمة عصرية باتجاه مانجمنت حديث. منظومة التكوين الصحي في الجزائر لماذا لم تنجح بشكل كبير في تأطير يعني قطاع الصحة في الجزائر؟ هل هي كذلك من الضروري إعادة النظر في منهجية تكوين يعني الإطارات يعني الطبية؟ بالعكس، أنا أقول بأن المنظمة التكوين في الجزائر نجحت، والدليل أن كل متخرجي الجامعات ومتخرجي الشبه الطبي يطلبهم الكثير من الدول العالمية ويعترفون بكفاءتهم، كما نعترف نحن بكفاءتهم في الجزائر. نجحت منظومة التكوين بالعكس، أنها كونت للكثير من التخصصات، خاصة في التخصصات الطبية. نجحت أيضا في التكوين الشبه الطبي، والدليل أنه الآن الكثير من المستشفيات لها من الرجال والنساء الذين نشكرهم على عملهم اليومي، على ما يؤدونه يوميا من عمل، رغم أنه سابقا كانت هناك ظروف صعبة في السنوات القديمة متعلقة بالجانب المالي ومتعلقة بالجانب التسييري. الآن هناك رؤية أخرى، منتوج التكوين يوظف لصالح المنظومة الصحية. هناك كفاءة جزائرية نعترف بها ونقدرها ونشجعها على العمل. بالعكس، أنا لا أرى بأن منظومة التكوين لم تنجح، بالعكس. يعني ترى الإشكال في التسيير؟ الإشكال الكبير في التسيير، والتسيير ناجم على تراكمات قديمة. تعلم أن المنظمة الصحية، المؤسسة الصحية، المستشفى هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وهذه هي ربما الطامة الكبرى التي كانت هي السبب وراء التسيير البيروقراطي في المؤسسات الصحية. التوجه الجديد يعطي لها الكثير من المرونة في التسيير، وهذا الذي سيسمح لنا بتخطي العقبات التي تحول دون التكفل الأمثل بالمريض. نعم، نتكلم على الآن قسم الاستعجالات يعني في الجزائر في مختلف يعني المستشفيات، اكتظاظ يعني كبير جدا، نقص يعني في الأطر الطبية، غياب النظافة، غياب الأمن. هل لديكم نظرة جديدة بخصوص يعني أقسام الاستعجالات في مختلف المستشفيات على مستوى ربوع الوطن؟ فيما يخص قسم الاستعجالات يجب أن نعرف من خلال الإحصاءات الأخيرة أنه 80% من الاستعجالات ليست استعجالات، وقد وقفنا على أرقام. نأخذ مستشفى مصطفى باشا كمثال، ومثال مستشفى وهران، مستشفى عنابة وغيرها، وحتى في المدن. متى تتكاثر طلبات الاستعجال؟ عادة بين الساعة 4 بعد الزوال إلى الساعة 19 أو يعني 7 بعد الزوال. 80% هي عبارة عن طلبات لشهادات طبية أو لفحوصات عادية، لا يشكل في الاستعجال إلا 20%. لذلك على ضوء هذه الإحصاءات الآن قد قدمنا عملا آخر وتصور آخر للاستعجالات يسمح بتكوين في بداية الاستعجال مصلحة للفرز. مصلحة الفرز تسمح بالتكفل بل له هو استعجالي فعلا ويمر الاستعجالات، ومن يأتي إلى شهادة طبية أو شهادة الإعفاء من العمل يتم التكفل له بجزء آخر. فيما يخص النظافة هناك مجهود كبير، مجهود كبير ونلاحظه. يمكن التلفزيون النهار يذهب الآن إلى أي مصلحة استعجالات إذا لم يرى أن هناك مجهود كبير للتكفل بالنظافة الاستشفائية. ولنا في سنة يوم 17 أكتوبر وسنحتفل به خاص بالنظافة الاستشفائية، وقدمنا الكثير من العمل في هذا المجال. فيما يخص التكفل الآن قدمنا تصور جديد وهو تكوين أطباء في الاستعجالات على مستوى التخصص الطبي وعلى مستوى التخصص للطبيب العام، حيث يتم الآن تصور جديد للتكفل والتخصص بالاستعجالات. نعم، كذلك هناك نقطة مهمة يعني بخصوص المنظومة الصحية بصفة عامة سيد الوزير في الجزائر، نسجل هناك فروقات يعني واضحة وكبيرة في الخدمات الصحية بين الشمال والجنوب، بماذا تفسرون ذلك سيد الوزير؟ هذه ربما نتيجة التراكمات القديمة، لكن استطيع أن أقول أنه تقريبا منذ 4 سنوات تم الاتجاه للتكفل بحاجيات الجنوب، ونحن نود أن يتم التكفل بالمريض في الجنوب وليس في الشمال، لأن ما رصدته الدولة من بناءات للمستشفيات المتخصصة وغيرها شيء كثير. كما أن الأطباء الأخصائيين تم الآن توجه نحو التكفل بأطباء عامين والتكفل بهم على تخصص، ويتابعون تخصص مثلهم مثل أي طبيب يود التخصص على مستوى الجامعة. نفس الشيء لنا دفعة ستتخرج في 2024 جانفي المقبل، يعني على شهرين، وهي خاصة بأطباء الذين تم تكوينهم في التخصص، وهما تقريبا تجاوز 146 طبيب متخصص، بالإضافة إلى كل الأطباء الذين نرسلهم في إطار الخدمة المدنية إلى الجنوب. المستشفيات تم بناء في كل الجنوب مستشفيات بنفس مواصفات مستشفيات الشمال، وليس هناك أي فرق، بالعكس هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى بدران. إذن بماذا نفسر سيد الوزير تنقل العديد من المواطنين للعلاج هنا في المدن الشمالية؟ قلنا هذا سابقا، أما الآن هناك تكفل على مستوى كل ولايات الجنوب، كل التخصصات تقريبا كلها، حتى أننا أنشأنا أقطاب لحاجيات الجنوب. القطب الطبي ما هو؟ القطب الطبي أنه هناك توأمة بين مستشفى في الشمال ومستشفى في الجنوب. أخذنا مثلا فيما يخص أولاد أمراض التوليد والنساء لتيميمون، تم توأمته مع مستشفى بينان. الآن كل المرضى اللي موجودين في تيميمون يتم تكفلهم على مستوى مستشفى تيميمون، ولا يتم نقل أي مريض إلا في الحاجة القصوى. هذه الأقطاب سنعممها على مستوى أمراض القلب، سنوعد على مستوى الطب الداخلي مثل ما هو الواد مع رويبا، مستشفى رويبا ومستشفى الواد ومستشفى مصطفى باشا ومستشفى غرداية. نحن نحاول أننا ثم هناك في تمرست مستشفى جامعي مختلط بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة للتكفل أيضا بحاجياتها. هناك في عين قزام مستشفى 60 سنة سيتم استلامه عن قريب. هناك في برج مختار، هناك في عين مناص مستشفى تم فتحه 60 سرير، هناك مستشفى في اليزي، هناك مستشفى تيميمون ومستشفى في تيركوك. هناك الكثير من المستشفيات التي تبنى وقد خصصنا لها أيضا الأخصائيين والشبه طبيين للتكفل بها. كانت هناك اختلالات سابقا، لكن الآن منذ 3 سنوات أؤكد بأن هناك تكفل بمرضانا في الجنوب، ونحن نفضل أن يتم التكفل في الجنوب في مستشفى الجنوب عوض نقل المريض. ستوفر الدولة كل احتياجات على مستوى هذا المستشفى وليس نقله إلى الشمال. نعم، إصلاح يعني المنظومة الصحية من بين التزامات رئيس الجمهورية، إلى أين وصلت عملية إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر؟ هناك الكثير من الأنشطة التي قمنا بتنفيذها في إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية، خاصة في البند 45 المتعلقة بالوقاية، المتعلقة بالأنشطة الطبية، بإصلاح المستشفيات، وأيضا بالرقمنة. تم التكفل الآن بالكثير من الأشياء التي تسمح بآلية جديدة للتكفل بالمريض، وقد سمينا هذا البرنامج برنامج الخاص بالتكفل بالمريض، وله 7 محاور. هذه المحاور كلها تصب في إطار عصرنة المستشفى، خاصة ما تعلق بالوقاية، بالتكفل بالمستخدمين، بالتكفل بالأدوية، التكفل بالصيانة الطبية والعتاد الطبي، بإنشاء الأقطاب الصحية، بالتكفل بالرقمنة، بالتكفل بالفحوصات الخارجية ووضعها في خدمة المريض إلى آخره. وهي 7 محاور تصب كلها في إصلاح المنظومة الصحية. نعم، يعني لتقييم نجاعة قطاع الصحة، ما هي الأسباب الرئيسية المؤدية للوفيات في الجزائر؟ ربما تريد أن تكلمني على الأمراض المزمنة. بالفعل المؤدية للوفيات. هناك مشكل كبير، مشكل كبير أننا أهملنا الوقاية. الوقاية كان من شأنها أن تأخذ الكثير من المسائل التي تحمي أبنائنا والمواطن الجزائري. لكن سيد الوزير اسمح لي نقطع كلمك، يعني فضل. يقال الوقاية خير من العلاج، لكن احنا نلاحظ أن الميزانية أكثر من 95% المخصصة لقطاع الصحة يعني مخصصة للعلاج وليس للوقاية. لا بالعكس، أنا أعطيك بلغة الأرقام. لنا 738 مليار دينار مخصصة لقطاع الصحة، منها 325 مليار مخصصة للوقاية. تقريبا نصف هو مخصص للوقاية، ونحن نسعى لتقديم في الأشهر القادمة وربما الأسابيع القادمة قانون جديد يسمى قانون الوقاية من الأخطار الصحية. نعطيك مثال، الآن السمنة أصبحت تجتاح كثير من العائلات الجزائرية. الآن السمنة تشكل 14% عند الرجال، يعني فوق الوزن السائد، وهناك عند المرأة تتجاوز 16%. هناك طامة كبرى تأخذ بصحة أبنائنا. النمط الغذائي وعدم التحرك وعدم ممارسة الرياضة هي السبب وراء هذا السمنة، ونحن نجتهد أن نجعل من برامجنا الوقائية تعتمد على اختيار أحسن أنظمة غذائية وأحسن تصرفات على مستوى الرياضة وعلى التحرك اليومي. الآن نعود للسؤال، يعني الآن حاولنا تقريبا نرجع إلى السكري، يعني نتكلم عن السكري. السكري أصبح يشكل تقريبا الآن مشكلة في الجزائر. لماذا؟ لأننا وصلنا إلى عدد تقريبا 4 ملايين مصاب بالسكري. هذا عدد كبير بالنسبة لنا، ونحن في نمط غذائي أصبح كثير فيه من السوء إلى أطفالنا وأبنائنا. نود أن نصل إلى نتيجة نتجاوز فيها العدد الذي وصل بين 20 سنة و28 إلى تقريبا 18% من الشباب الآن راهم في حالة خطر متعلقة بالسكري، وهذا شيء مخيف جدا. لذلك برنامج الوقاية يعتمد أيضا على هذا الجانب. فيما يخص أيضا الأمراض المزمنة المتعلقة بالقلب بالترتيب، يعني الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، يعني من هي هذه الأمراض اللي تؤدي للوفيات في الجزائر؟ تقريبا كلها بحسب الحالة، يعني لا يمكن أن نقول بأن هناك حالة. أمراض القلب، السرطان، لا، ليس ربما السرطان يأتي بين الأمراض التي تأتي وخيمة على المجتمع الجزائري. الآن وصلنا إلى 47 ألف أو أكثر، 47337 حالة سنويا للكانسير، للسرطان. لكن هناك علاج، يعني الحالات هذو في السنة المقبلة مش بشرط أنهم نفس الحالات، ممكن أنه يتم الشفاء من بعض الحالات السرطانية الكثيرة. وقد عمدت الدولة إلى وضع تحت تصرف المستشفيات الخاصة بمكافحة السرطان كل الوسائل وكل الأخصائيين والأدوية. البرنامج الآن اللي خاص بالأدوية يصل إلى تقريبا 228 مليار دينار للأدوية، منه أكثر من 49% خاص بأدوية السرطان. نعم، طيب، ما هي خطتكم ربما من أجل تقليص عدد الوفيات في الأمراض المزمنة في الجزائر؟ نعتمد على الوقاية، هو الأساس بالنسبة لنا. إذا نجحنا في برنامج الوقاية كما نجحنا في الوقاية من كل الأمراض الخاصة بالأطفال عن طريق التلقيح اللي هو الآن تجاوزنا كل الأمراض اللي كنا نعرفها في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات. الآن تجاوزنا هذا بفعل الوقاية. التلقيح لعب دورا كبيرا في الوقاية من كثير من الأمراض التي كانت سائدة. هناك أيضا مجهودات قمنا بها فيما يخص الوقاية من كل الأمراض اللي هي موجودة خارج حدودنا. نفس الشيء نقوم به بالنسبة للسكري وبالنسبة لأمراض الشرايين وأمراض القلب والضغط الدموي. الملح أصبح يشكل شيء كبير يعني في المجتمع. احنا نريد أننا نصل إلى المقاييس العالمية التي تحدده إلى مستوى معين لعدم تجاوز الضغط الذي قد يكون سببا في الإصابة بهذه الأمراض. نعم، هل سيد الوزير تملكون يعني إحصائيات رسمية حول الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا والمؤدية للوفيات؟ أقصد بذلك مرض السرطان بكل أنواعه، مرض السكري ومرض القلب. تقريبا هذه نفسها هي الأمراض التي أصبحت الآن سائدة في المجتمع الجزائري، لكن ليس بالصورة يعني الحادة. لو نستطيع أن نقول أننا نقدم برنامج وقائي سنتفادى الكثير. الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض تقريبا هي وفيات تأتي في الحالات المستعصية. ربما لا نملك كثير من الأرقام في هذا المجال، لكن هناك واقع ينبئ بأنه إذا لم نقوم ببرنامج وقائي ستكون هناك نتائج وخيمة على المجتمع الجزائري. كيف يمكن أن نعالج كل هذه الأمراض المزمنة إذا لا نملك يعني أرقام وإحصائيات؟ الأرقام موجودة لنا. تقريبا ثلث من الذين هم مصابون بالأمراض ضغط الدم والقلب يعني في حالة خطر، ثلث. مرض السكري الآن نسيطر عليه والوفيات تقريبا يعني قليلة، لكن باتباع الحمية والنظام الغذائي واتباع الأدوية والقيام بتمارين رياضية لكل حركة هناك فائدة لكل هؤلاء، حتى أنه مرضى السرطان هم محتاجين تكون عندهم حركة يومية. نحن قدرنا بأنه تقريبا الجزائري له 3 ساعات أو أكثر من مكوث على الكرسي في اليوم. 3 ساعات بالنسبة لنا شيء كثير، يعني الإنسان يتحرك، في الحركة فائدة. كما أن ما قامت به وزارة التربية وزارة التعليم العالي بتشجيع الرياضة في المدارس شيء سينبئ أيضا بشيء اللي ربما راح يفيدنا في الأعمال الوقائية، لأنه لا نعتقد أننا سننجح إن لم نعتمد على الوقاية. لأنني قلت منذ قليل أننا سنقدم في الأسابيع القادمة مشروع قانون متعلق بالأخطار الصحية، الوقاية من الأخطار الصحية، حتى ربما نتكفل بالجوانب الوقائية اللي هي بسيطة ولا تكلف شيء، عوض الاعتماد على ربما أموال طائلة للتكفل بأمراض عندما تصبح مستعصية. نعم سيد الوزير، هل لديكم ميكانيزمات أو آليات من أجل متابعة مرضى الأمراض المزمنة من أجل تقليص الوفيات وكذلك تقليص التكاليف؟ لأنه متابعة مريض مثلا مصاب بالسكري أحسن من أنه يدخل للمستشفى وتقطع رجله، يعني على سبيل المثال. أرجع وأقول بأنه كل المستشفيات نتاعنا الآن فيما يخص السرطان تتكفل بمرضى السرطان، يعني المستشفيات مفتوحة لمرضى السرطان، وهناك علاج وهناك استشفاء، البعض منهم شوفية وخرج من المستشفى. فيما يخص السكري الأعمال التي نقوم بها وقائية، دار السكري، النصائح اللي نقدموها لأجل تفادي الإصابة بالمرض هي يوميا، والمريض هو متابع يوميا، إلا المريض اللي أهمل نفسه. أما إذا كان اقترب من مصالح الوقاية أو من مصالح الاستشفاء يتم تفادي، ويمكن أنه يتعايش مع مرض السكري، ممكن أنه يتعايش، يعني ليس إلا من أهمل نفسه. مصالح الصحة ومصالح الاستشفاء هي الآن في تأهب للتكفل بكل المسائل اللي هي خطر على المجتمع بما فيها السكري، ضغط الدم وغيره. نعم طيب مشاهدي ومتتبعي قناة النهار، النقاش ما زال متواصل، فاصل إشاري ثم نواصل النقاش. مشاهدينا الأكارم إلى الجزء الثاني من لقاء خاص وحصري مع السيد وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. تكلمنا يعني توقفنا في الجزء الأول بخصوص الأمراض المزمنة خاصة السرطان وأمراض القلب وكذلك السكري، من بين كذلك النقاط التي يجب التركيز عليها خاصة في علاج يعني الأمراض المزمنة وخاصة السرطان لأرقام يعني ترتفع يعني سنويا في الجزائر، هي العلاج والحصول على مواعيد يعني للعلاج وإجراء الأشعة يعني مدة طويلة جدا لتصل في الكثير من المرات سيد الوزير لسنة كي اللي يموت يعني قبل ما يلحق الموعد. يعني هل فيه إجراءات يعني من أجل يعني تقليص مدة يعني المواعيد العلاج بالأشعة مرضى السرطان في الجزائر؟ والله هذه أرقام قديمة. أنا ممكن نقول لك بأن ممكن تحصل على موعد على مستوى مراكز السرطان في مدة أسبوع ومدة 15 يوم، وممكن الآن نجربوها عن طريق الهاتف، لأن لنا أرضية تسمح بأنك تدخل تقدم طلب للحصول على موعد، فالإجابة تكون في آنها. ربما لك صدق في هذه المسألة أنه سابقا كانت هكذا، لكن كانت المسرعات معطلة في كثير من مراكز السرطان، وقد تم تصليح كل مراكز السرطان، كل مسرعات تم إصلاحها. الآن تقلصت المدة والتكفل بالمريض في الولاية نتاعو. ممكن الآن يعني تجرب تدخل مثلا في أرضية خاصة مثلا بأي، يخرج لك مركز سرطان، أنت تطلب الموعد في الولاية اللي قريبة لك. الآن موجودة. يعني المواعيد لا يكون أكثر من 15 يوم. لا يعني ما كانش هذا الموعد نتاع سنة، هذا كان قبل تصليح المسرعات، لأن تم إصلاحها المسرعات وهي موجودة، وهناك بروتوكول للتكفل بالمريض ومتابعته إلى آخره. يعني لنا مثال على مستشفى مثلا تيزي بزو أو مستشفى بوليدا أو مستشفى وهران، وبالعكس الدولة قدمت هذه السنة مجهودات مالية لإضافة مسرعات أخرى للمستشفيات. نعم، وهذا سؤالي ربما الموالي، ما هي الميزانية التي خصصتها يعني الدولة الجزائرية لعلاج مرضى السرطان في الجزائر؟ تقريبا نقدر نقول بأن أكثر من 46% من الميزانية، ميزانية قطاع الصحة، مخصصة للأدوية. فيما يخص الأدوية نحن الآن نأخذ 1053 دواء تقريبا، نقدر نقول بأنه أغلبية الأدوية موجهة للسرطان، يعني تتجاوز بالكثير 30%. هذه الأدوية هي لمرضى السرطان. لماذا؟ لأن تكلفة الأدوية هذه باهظة جدا، ورغم أنها باهظة فالدولة تحملت المسؤولية لشرائها لصالح المريض، وهي موجودة في المستشفيات. تقريبا كل الأدوية موجودة في المستشفيات كلها ولكل الأمراض بعدد 1053 دواء. هناك تذبذب وندرة في الأدوية خاصة. ليست هناك ندرة، هناك تذبذب. نصحح، الندرة هذه تخص 400 من 1000، يعني تقريبا 42 دواء. 42 دواء عندما يكون تذبذب نتيجة مسائل خارجية عن الوطن، يعني تذبذب من عند الممول نفسه، يتم التكفل بتعويض دواء بدواء آخر بنفس الصورة. يعني التذبذب هذا لمدة معينة لكن تم التكفل به. يعني الآن مثل ما تكلم عليه المدير العام للصيدلية المركزية المستشفيات وذكر عدد الأدوية، و400 هي نفس الرقم، يعني ليس فيه ندرة، هناك تذبذب فقط. هناك تذبذب وليس هناك ندرة فيما يخص المستشفيات. أنا لا أتكلم على الصيدليات الخاصة اللي موجودة خارج، هذيك لا تتبع القطاع، ولكن حتى هناك مجهود كبير لجلب الدواء من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للتكفل بالحاجات الخاصة بالمرضى فيما يخص الصيدليات الخاصة. أما الصيدليات العمومية فأنا أؤكد مرة ثانية أن هناك تذبذب وليس هناك على الإطلاق ما نسميه بغياب للدواء. نعم، بخصوص أمراض القلب هي المسبب الأول يعني للوفيات في الجزائر، كيف تتعاملون مع هذه الظاهرة؟ وهل فيه يعني إجراءات أو خطة أو وصفة من طرف سيد الوزير من أجل تقليصها أو الحد منها؟ منذ تقريبا شهرين اتفقنا مع مستشفى بني مسوس، وله مصلحة لطب القلب وهي متميزة ولها من الكفاءة، حتى أنه يتم تكوين أطباء عامين على مستوى الكثير من النواحي في الولايات للتكفل بالحالات الاستعجالية الأولى، ويتم ربط هذا الطبيب عن طريق الرقمنة بمستشفى بني مسوس للتكفل بالحالات السريعة قبل ما يتم نقلها إلى المستشفى على مستوى العيادات، على مستوى المؤسسات العمومية للصحة أو غيرها، بحيث أن يتم التكفل بالساعات الأولى، لأنه الجلطة القلبية التي تأتي هي إذا تم علاجها في الساعتين الأولتين نستطيع أن نقول أن المريض هذا قد نجا. لكن هناك الآن تعميم لهذه التقنية التي تسمح لنا بالتكفل السريع بمرضى القلب. نعم. بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التي نقوم بها من أجل أن المريض يتكفل بها على مستوى عائلته، خاصة أنها إجراءات وقائية بسيطة. نعم. طيب سيد الوزير، هل اليوم يحق للمواطن الجزائري أن يعالج بالخارج، خاصة الأمراض المزمنة التي لا يمكن علاجها هنا في الجزائر؟ المواطن الجزائري تتكفل به الدولة. نعم. في الحالات التي يمكن تكفو بها مستشفياتنا، لها من إمكانيات ما يمكن تكفو بها. نعم، أتكلم عن الحالات المستعصية التي لا يمكن. هناك لجنة طبية تتبع وزارة العمل هي التي تدرس إمكانية نقل المريض إلى الخارج أم لا، فأظن أن هذه اللجنة لها من الكفاءة وتتبع قطاع الضمان الاجتماعي، وهو كفيل بتحديد إمكانية نقله إلى الخارج في حالة غياب التخصص في الجزائر. لكن هناك مشروع استراتيجي لمستقبل التكفل أيضا بمرضى الذين يتم إرسالهم للخارج. هناك كفاءات الآن توجد في الجزائر، وهناك أمراض يمكن التكفل بها. المستشفيات التي ستنشأ قريبا مثلا المستشفى الجزائري الألماني نتكلم عليه هنا، هذا المستشفى سيتكفل بالحالات التي يتم إرسالها إلى الخارج، سيتم علاجها على مستوى. هذا هو السبب الرئيسي الذي يسمح لنا أننا نشجع الاستثمار في كل مستشفى. ليس هناك مستشفى فقط القطري الألماني الجزائري، هناك أيضا مستشفى في مفتاح، هناك مستشفيات أخرى، هناك المستشفيات العمومية التي هي تطور من تخصصات طبية ومن تخصصات تقريبا الجزئية التي يمكن التكفل بها بالمريض في الجزائر. بلغة الأرقام عندك نسبة يعني تكفل الدولة يعني بعلاج المرضى بالخارج أم لا؟ ليس لي أي رقم، لأنه القطاع هو يتبع الضمان الاجتماعي، يعني ليس هنا الكفيل الذي يعطي الرقم. أنا ليس حتى اللجنة يعني تتبع الضمان الاجتماعي يعني تقريبا. نعم طيب، الآن تكلموا على نقطة مهمة. لدينا الجزائر عندها كفاءات وعندها أطباء جزائريين متواجدين يعني في كل دول العالم، خاصة الأوروبية أو الكندية، في المستشفيات والمراكز يعني ذو جودة عالية. لماذا أو هل فيه ربما إجراءات أو تسهيلات من أجل ربما استقطابهم أو إعطائهم الإذن أو التصريح من أجل ربما العمل في الجزائر يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع؟ نحن قدمنا أعمال وأنشطة في هذا المجال، بأنه كان بعض من الأطباء اللي موجودين في الخارج الذين طلبوا أنهم يأتوا للجزائر لتقديم يد العون للمستشفيات، نقل الخبرة والتكوين، نقل الخبرة، ونحن في تواصل دائم معهم. وهناك فرق ستأتي مستقبلا لتوأمة مع بعض المستشفيات وتبادل الخبرات، وتبادل أيضا التحاضر المرئي لبعض الحالات التي يمكن تكفل بها بالجزائر. هذا إجراء احنا فاتحينه والأبواب مفتوحة، لكن هناك إشكالية ليكيفالونس يعني معادلة الشهادة، يعني يطلب في العديد من المرات يعني من أطباء يعني جزائري موجودين يعني في الخارج أنه باش يجي يعالج هنا في الخارج مدة يوم أو يومين، يطلب منه ليكيفالونس تاع الشهادة يعني معادلة الشهادة. هذه شأن وزارة التعليم العالي. نعم. لكن نحن ما نطلبه أنه يكون إذا كان جراح في بلده وتعترف به بلده كجراح، نعترف به نحن كجراح، يعني بدون المطالبة، بدون يكفي أن المستشفى العمومي أو المستشفى الذي يتبعه ويشغل به هو يشهد له بأنه ممارس ويستطيع العمل. هذا هو شرطنا الأساسي. إذا كان هو جراح في بعض من الدول الأوروبية ممكن يكون جراح في الجزائر أيضا، هذا هو الشرط الأساسي. نعم طيب، الآن تكلموا بخصوص ثم هناك ضمان للذي يرسله يعني المستشفى وغيرها، هناك ضمانات، وهناك أيضا أعمال على مستوى السفارات هي التي تتحقق من شهادات العمل الخاصة بهؤلاء. نعم، ماذا عن الإجراءات يعني العملية المتخذة من طرفكم سيد الوزير من أجل تقليص مدة مكوث يعني المرضى للعلاج في المستشفيات؟ قلت منذ قليل وهذا لتقليص التكاليف يعني خاصة. لا، نحن لا نريد أن نقلص مدة مكوث المريض ونربطه بالتكاليف، لا، مهما كلفنا المريض سنتكفل به حتى وإن بقي 6 أشهر. هذا هو عهدنا في قطاع الصحة. ما يتطلبه الجانب الطبي للتكفل بالمريض سنقوم به حتى وإن تطلب 6 أشهر أو أكثر أو حتى سنوات. ولنا مرضى بهذا الشكل لحالاتهم ربما الحركية ما تسمح لهمش وغيرها نتكفل بها، ونبقى على هذا العهد دائمين. لكن مع تطور التكنولوجيا الطبية الآن أصبح لنا متوسط موكوث بالمتوسط لكل الأمراض هي 3 أيام. سنطور، وقد طورنا بعض من الأمثلة هي موجودة في بعض المستشفيات، الاستطباب اليومي، يعني الاستشفاء اليومي، يدخل 8 صباحا يخرج على الساعة 4 بعد الزوال. الآن التطور الطبي سمح لنا أننا نقوم بهذه الأعمال فيما يخص مثلا عمليات جراحية، فيما يخص مثلا استطباب خاص بأشياء بسيطة غيرها، ونطور هذا العمل لمساعدة المريض أنه يتم استشفائه في الساعات الأولى وانتهى الأمر. أما مكوثه بالمستشفى إن تطلب الجانب الطبي أنه يمكث فليمكث. نعم. طيب، ماذا عن الفحص والتشخيص المبكر، ديبيستاج؟ ما هي رؤيتكم بخصوص هذه النقطة سيد الوزير؟ في هذه النقطة بالذات نحن الآن نعتمد على الإجراءات الوقائية، خاصة فيما يخص مثلا التشخيص المبكر للأمهات فيما يخص الأطفال قبل الولادة. هناك برنامج نجح 100% في كل القطاعات، وهو مفتوح لكل الأمهات، بحيث أننا نتم متابعة الأم فيما يخص التشخيص المبكر خاص بالمسائل المتعلقة بقبل الولادة. هناك أيضا فحص دوري نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات مختلفة فيما يخص سرطان الثدي. هناك كل سنة وفي هذه الأيام لنا الشهر الوردي الذي هو مخصص لهذا الجانب. أيضا فيما يخص سرطان متعلق بالقولون، هناك قولون، هناك أيضا إجراءات من هذا الجانب، بالإضافة إلى ما نقدمه على مستوى الأطفال في المدارس. مدرسة الصحة المدرسية تتكفل بهذا الجانب، لأن هذا المركز بالنسبة لنا حساس، ومجرد ما يتم تشخيص أي طفل، أي مرض لدى أي طفل، يتم إرساله إلى المستشفى الذي سيتابع عملية الاستشفاء. نعم، الكثير يرى أنه اليوم تطوير قطاع الصحة في الجزائر يتطلب تكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص. كيف يمكن الوصول لهذا الشيء سيد الوزير؟ بالرجوع إلى قانون الصحة. قانون الصحة في المادة تقريبا 289 وبقية المواد حتى 294 كلها لا تجد فرقا بين القطاع العام والقطاع الخاص. نحن نشجع القطاع العام ونشجع القطاع الخاص. ما كان في صالح الوطن نحن نشجعه. ليس هناك أفضلية. ما يقدمه القطاع العام هو أعمال وأنشطة تصب كلها في التكفل المريض، وما يقدمها أيضا القطاع الخاص كلها أنشطة تتم في هذا الإطار. ولا ننسى أن مبدئية الرجوع إلى القطاع الخاص هي مبدئية المصلحة العامة، لأنه القطاع العام هو نشاط تتكفل به الدولة وعلى عاتقها، مثل ما ذكر الدستور الجزائري، صحة المواطن تكفله الدولة. عندما يعطى للخاص امتياز أنه يقوم بأنشطة طبية، فهو يأتي مكملا للقطاع العام، ويأتي أيضا متضامنا مع القطاع العام، وليس من باب الربح. نحن ننظر إلى القطاع الخاص أنه قطاع يأتي مكملا للقطاع العام، والأنشطة التي يقوم بها تصب في باب المصلحة العامة للمرفق العام. نعم، الآن نقطة مهمة كذلك بخصوص القطاع الخاص. لماذا لا نرى هناك مراقبة ومتابعة من طرف وزارتكم للقطاع الخاص؟ أسعار خيالية جدا في القطاع الخاص في العيادات. هل في إمكانية لتسقيف التسعيرة أو هناك إجراءات للمتابعة؟ القطاع الخاص مراقب من قطاع وزارة الصحة فيما يخص الأنشطة الطبية. هناك دوريات، وهناك تفتيش، وهناك مراقبة، والكثير من العيادات والقطاع الخاص يمتثل إلى المعايير التي حددتها وزارة الصحة في مجال التكفل بالمريض، وقد تم في كثير من الأحيان وضع بعض من التحفظات على تصرفات بعض من الأطباء أو بعض من العيادات الخاصة في مسائل معينة. فيما يخص التسعيرة، التسعيرة ليست من اختصاص وزارة الصحة، لكن هناك تكافل حكومي ورؤية يمكن أن في المستقبل أن ننظر إلى هذه التسعيرة بشكل يكون مقبول بالتحاور مع هذه العيادات والنظر إلى المسائل التي تكون كفيلة بتحديدها وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة. نعم، بخصوص التأمين في القطاع الخاص بديتها يعني بالولادة والعمليات القيصرية، هل فيه إمكانية لتعميم يعني الضمان الاجتماعي على كل العلاجات في القطاع الخاص؟ نحن نأمل أننا نصل إلى كل الأنشطة الطبية. هناك برنامج وعد للحكومة، وقد اتفقت مع زميلي وزير العمل وبحضور وزير المالية أن نصل إلى التعاقد في كل الأنشطة للمستشفى. سنصل إلى ما نسميه بجراحة الأعصاب، الاستعجالات، السرطان وغيرها، كل أنشطة ستكون في هذا المجال. في القطاع الخاص؟ في القطاع العام. نعم، في القطاع العام. لكن هل يمكن تعميمها على القطاع الخاص مثل ما هو موجود ربما في العديد من الدول؟ يعني الذي يعتمد على دفتر الشروط التي تقدمه وزارة الضمان الاجتماعي، نعم، مكلفة بالضمان الاجتماعي، هو الذي سينجح في التعاقد. من لجأ إلى دفتر الشروط واستجاب لبنوده سيكون في هذا المجال، وهو نفس الشيء بالنسبة حتى للقطاع العام. نحن الآن نحدد المعايير التي تسمح لنا أن يكون هناك تعاقد مع وزارة الضمان الاجتماعي في كل الأنشطة الطبية. نعم، طيب بخصوص القوانين الأساسية المنظمة لمختلف الأنشطة الصحية والأطقم الصحية في الجزائر، تعهد رئيس الجمهورية والتزم بإعادة النظر فيها، أين وصلت سيد الوزير؟ وصلنا إلى المرحلة الأخيرة مع الوظيفة العمومية ووزارة المالية، وقد قدمنا المشاريع ونحن الآن في نقاش معهم لضبط القانون الأساسي لقطاع الصحة في كل الرتب، وقد قدمنا هذا العمل بعدما تفاوضنا مع كل الشركاء الاجتماعيين واتفقنا معهم، والآن ندافع على قانون الصحة الذي سيكون بمستقبل ظاهر ويتكفل بصورة مثلى لكل الشروط التي تسمح لهم بعمل في قطاع الصحة بشكل وبأريحية تامة وبشكل تام. نحن في المراحل الأخيرة وننتظر أننا في آخر السنة نصدر هذه القوانين الأساسية التي ستسمح لنا. ممكن نعرف الجديد؟ ماذا سيتضمن يعني هذه القوانين الأساسية؟ الجديد نحن في نقاش الآن مع وزارة، نعم، لكن ما هو جديد أن هناك مسار مهني واعد لمستخدمي الصحة، يعني كل الاختلالات التي كنا عرفناها سابقا سيتم التكفل بها. نعم، أجور يعني المخصصة يعني للأطباء ومختلف الأطقم يعني الطبية في الجزائر تعتبر حسب الكثير يعني زهيدة جدا مقارنة بالعديد من الدول، هل فيه إمكانية للمراجعة سيد الوزير؟ طبعا القوانين الأساسية ستأتي بجديد، تأتي بهذا الجديد وهو إضافة للمسار المهني وبالتالي أيضا إضافة. وقد كانت هناك زيادة في الأجر وقد استفاد منه كل قطاع الصحة، وتكون هناك إضافة مثل ما هو موجود في القانون الأساسي. والشيء الجميل أنه هذه الإضافة تسمح بأننا سننتقل من رتبة إلى رتبة أخرى، وكل ما انتقلنا من رتبة إلى رتبة تكون هناك إضافة وزيادة في الأجر. نعم، هجرة يعني الأطباء الجزائريين للخارج خاصة الذين يملكون الجودة، يعني أين وزارة الصحة من كل هذا؟ هل فيه تحفيزات من أجل وقف يعني نزيف يعني الكفاءات الطبية الجزائرية للخارج؟ والله كلمة نزيف مبالغ فيها كثير يعني، لأنه نعطيك برقة الأرقام. نعم. نحن كونا منذ تقريبا 1990 مثلا. نعم. كونا حوالي 32,000 أخصائي. الآن موجودين في القطاع العام 16,287 أخصائي، وفي القطاع الخاص موجودين 13,000 أخصائي. 13,000 أخصائي و 16,000 أخصائي تقريبا 29,000 وزيادة. يعني النزيف هذا وين راه موجود يعني؟ أنا نريد أن نعرف هذا، لكن ما نعرفه أن هناك تحسن للأخصائيين تاعنا الموجودين في القطاع العام. هناك شروط عمل أيضا سيتم أيضا التكفل بها لسمح لنا بالعمل بأريحية. هناك مجهود من الدولة من أجل جلب كل المعدات الطبية التي تسمح لهم بممارسة عملهم في إطار مرتاح أيضا. فكلمة نزيف غير مقبولة يعني تقريبا. هناك ربما هجرة لبعض من الأطباء اللي موجودون في الخارج، لكن نحن في الجزائر نعتبر أن الظاهرة ليست بهذا الشكل يعني. يعني ليس رقم كبير يعني. لا ليس رقم كبير، والأرقام تدل ذلك. لو نقوم بعملية حسابية من الذين يهولون لهذا الرقم ربما لهم أغراض أخرى، لكن لا نعرفه أنه منذ 1990 إلى حتى الآن 32,000، 13,000 موجودة في القطاع العام و 16,287 في القطاع العام و 13,000 في القطاع الخاص. يعني نظن هذه هناك من يعني مروا إلى تقاعد، وهناك من يعني استقال وذهب. ممكن تكون أشياء بهذا الشكل، لكن ليس بصورة التهويل التي نراها عند بعض من المغرضين يعني. نعم. المستشفى الجزائري القطري الألماني إلى أين وصل سيد الوزير؟ نحن في اللمسات الأخيرة، وسيتم يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر الإمضاء على العقد النهائي للبدء في الأشغال، وسيتم بعد ذلك مباشرة إرساء الشركة التي تقوم بالإنجاز في الأسابيع القادمة بعدما تنتهي من الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة البناء وغيرها. لكن وصلنا إلى الدرجة الأخيرة من ربما المرحلة الأخيرة من النقاش، ووزارة المالية قد أعطت كل الضمانات لهذا الاستثمار مثله مثل بقية الاستثمار الذي يدخل في قانون الاستثمار، والطرف القطري مستعد الآن أنه يبدأ في الإنجاز في الأيام أو الأسابيع المقبلة إن شاء الله. نعم. رئيس الجمهورية مع نظيره سمو أمير دولة قطر قاموا بوضع يعني حجر الأساس في نوفمبر 2022، يعني تقريبا عام. يعني ما سبب كل هذا التأخر سيد الوزير؟ لا هي الإجراءات كنا ننتظر احنا في موافقة وزارة المالية وقد نعم. وافقت، ووزارة الضمان الاجتماعي وقد وافقت، والطرف القطري كان كل مرة يقدم يعني اقتراحات ندرسها، ونظن يعني الوقت ما كانش كبير وسمح لنا بأننا نناقش كل النقاط التي لا تسمح لنا بعد اتفاقية 12 أكتوبر أن نرجع إلى الوراء في هذا المشروع. الآن جاهز ويمكن القيام به، وهو مثال للاستثمار الناجح في قطاعات أخرى. ممكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، بحيث أن هذا القطاع سمح لنا أن نقدم استثمار أجنبي، وهذه ديناميكية وحركية جديدة يعرفها الاقتصاد الجزائري. ممكن تعطينا بطاقة فنية على أهم ما يميز يعني هذا المستشفى؟ ما يميز هذا المستشفى أنه أولا يعتمد على 300 سرير، ويعتمد على أطباء من ألمانيا وممرضين من ألمانيا، وطبعا هناك جزائر. أيضا أطباء جزائريين يتم توظيفهم من قبل المستشفى القطري الألماني، وسيتم تسييره بكل حرية من إدارة خاصة لهذا المستشفى، ولا يسير من قبل وزارة الصحة ويسير من القطاع. يعني استثمار 100% أجنبي. أجنبي، نعم 100%. وهذا الاستثمار سيسمح بتوظيف أكثر من 1500 جزائري، هذا ربما عدد هائل، ثم يسمح أيضا ببعث ديناميكية في الاقتصاد، بحيث أنه سيتم التعاقد مع شركات للنقل، شركات للإطعام، شركات للحراسة، شركات للتنظيف، هذه كلها ستخلق ديناميكية وستوظف أيضا أشخاص آخرين للتكفل بهذه المسألة. تعاقد بين الشركة، بين المستشفى وهذه المؤسسات، تخلق ديناميكية. أكثر من هذا، وهو الشيء المهم، الشيء المهم أنه يسمح بالتكفل بتخصصات طبية هي غير موجودة الآن في الجزائر، مثل جراحة قلب الأطفال، هي غير موجودة، نعم. هي يتم إرسالها للخارج، الآن سيتم التكفل بها هنا. المسائل المتعلقة بزرع بعض من أعضاء سيتم التكفل بها أيضا. هناك أيضا كل ما هو متعلق بالقلب وجراحة القلب والضغط الشراييني، السكري، المسائل اللي هي تكفل، اللي تصبح الآن بالنسبة لها مسائل عادية جدا بأنها المستشفى سيتكف بها، التي كانت ترسل إلى الخارج سيتم تكفل بها على مستوى هذا المستشفى. وأكثر من ذلك، هناك تجهيزات طبية آخر طراز التي سيتم جلبها إلى هذا المستشفى، منها مثلا الغاما نايف. الغاما نايف وهو جهاز متطور جدا يتم التكفل بالمريض دون جراحته، دون جرحه، دون القيام بالعملية الجراحية عن طريق بعد. وهذا جهاز ستقتنيه القطاع العام، سيقتنيه، نحن أيضا في المستشفى، نعم. سنقتنيه، لكن هو مجهز بك. ثم هناك شيء ربما سيفيدنا، أن المستشفى سيتوفر على أكثر من 40 سرير للإنعاش و60 سرير مخصص لمرضى القلب، يعني شيء مفيد جدا، خاصة نعم. وأن ربطناه بالحاجيات الخاصة للحالة الصحية في البلاد. طيب، هل هذا المستشفى سيقتصر فقط على المرضى الموجودين في الجزائر، أم يمكن أن يكون له بعد إقليمي أو بعد دولي؟ نحن لا ندخل في هذا الجانب، فمثله مثل كل القطاعات يعني الخاصة. ممكن يستقبل مثلا مرضى من تونس، ممكن. من ليبيا، ممكن. من دول الساحل، ممكن نحن لا ندخل في هذا الجانب من التسيير، يعني أي مريض تكفل به، مثل ما هو القطاع العام يتكفل أيضا بالمرضى الأجانب، لكن نستقطبهم من دولة إلى دولة، يعني هم موجودين الآن ونحن نتكفلوا به. ممكن. وهناك قطاع خاص في تيزي وزو وقطاعات أخرى يأتي لها المرضى من موريتانيا ومن بعض من الدول الإفريقية. نعم، ممكن نعرف يعني تكلفة الإنجاز ومدة الإنجاز إذا موجودة بطبيعة الحال؟ مدة الإنجاز بحسب الإخوة القطريين قالوا بأن يتم استلام جزئي للأنشطة بعد تقريبا سنة أو سنة ونصف، للأنشطة الأولية، يعني استعجالات وغيرها، لكن المستشفى كله يتم إنجازه في ظرف سنتين على أقصى تقدير. هذا هو الأساس في المستشفى. كلمة أخيرة سيد الوزير، بماذا تود أن تختم رسالة ربما توجهها للجزائريين، للأطباء؟ أنت حر، تفضل. أولا أود بكل امتنان وبكل ربما عرفان أن أشكر رغم ما يقال على كل القائمين في قطاع الصحة من مسيين وأطباء وشبه طبيين وأعوان ومهنيين على العمل الدؤوب، رغم ما مروا به من صعاب في السنوات السابقة، تقريبا منذ أكثر من 20 سنة أو أكثر كان هناك صعوبة في العمل. أنا أشكرهم شكرا جزيلا، كما أشجعهم على جعل الخدمة العمومية هي الأساس، هي التي تدفعنا للوطنية في هذا البلد. الجزائر غالية، ونحن ندفع كل ما هو ثمن ثمين لأجل التكفل بالمريض. هناك ربما اختلالات سيتم تداركها، وهناك أيضا إنجازات يجب الاعتراف بها. نحن في سنة 1962 كان أمل الحياة 49 سنة، الآن بفضل هؤلاء الرجال والنساء وصلنا إلى 78 سنة أمل الحياة، وهذا لم يأتي فقط بصورة آلية بل أتى بسواعد الرجال والنساء الذين يعملون في قطاع الصحة. هناك نقطة أخرى أود أن أيضا أن أهتم بها كثيرا وهي الوقاية. أود أن رجالاتنا ونسائنا في قطاع الصحة يولون الاهتمام الكافي لقطاع، وسنصدر هذا القانون الخاص بالوقاية الذي سيسمح لنا بحماية وبصورة استكشافية من البداية حماية المواطن خاصة من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب. الأستاذ عبد الحق سايحي وزير الصحة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، سعيد كثير بمحاورتك، إن شاء الله كنا خفف عليك ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله. وأنا كنت أسعد. شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة النهار نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص، أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.